أيضا مشاهدينا خلونا ننتقل معكم إلى إنجاز سعودي ضخم في مجال الغاز، حيث صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة بأن شركة أرامكو السعودية قد تمكنت من اكتشاف وإضافة كميات كبيرة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة العملاق، حيث بلغت الكميات الإضافية المؤكدة 15 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز وملياري برميل من المكثفات. طبعا يعني هذا الانجاز اللي بنقول بسبب انه احنا قاعدين نركز اكثر على مصادر الطاقه المختلفه، وايضا نتكلم عن المعايير العالميه ايضا في تقدير الموارد الهيدروكربونيه وتطويرها ضمن حسن استغلالها بما يتناسب مع طبعا احتياجاتها في الطاقه.